وفي تصريح بمناسبة يوم الصحة العالمي، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على الدور الوطني والجهود المخلصة التي يبذلها الكادر الصحي لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد 2019، وتكامل هذه الجهود في التصدي لهذا الخطر العالمي وما عكسه ذلك من متانة النظام الصحي في مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. البحرين تشارك العالم اليوم بيوم الصحة العالمي، وبهذه المناسبة رسالة شكر وتقدير وثناء إلى خط الدفاع الأول، إلى الجنود المجهولين في المستشفيات، المختبرات، مراكز العزل والحجر والعلاج. نراهم يوميا في المنافذ، في مقدمة الصفوف لحماية المواطن والمقيم والدفاع عن الوطن أمام هذا التحدي العالمي. يحق لنا أن نفخر بجهودكم الوطنية اللي تواصل الليل بالنهار في هذا الظرف الاستثنائي للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. وسنبقى لكم مدينين، وسيبقى هذا الوطن يسمو بكم وبعطائكم المخلص. كلمات الشكر والثناء ما توفيكم حقكم، فشكرا جزيلا.